ناشد اليوم وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية محمد صالح هارون في بيان صحفي بعض سكان شمال البلاد بالتخلي عن تصرفات كتابة أسمائهم على المواقع الأثرية كانجيال والحجار التي بها النقش الأثري. جزء من حديث الوزير في ميكروفون الزميل عباس أبكر مصطفى. رسم الجايد في أرشيف في ريجون هنا إنيدي جماعة فاتوا هنا والرسم القلو في الجبل في الجبل هناك ناس جو كتبوا فوق اسمهم والتلفو وده يعني حاجة غراف مرة واي عشان ده أنا من أمباكر من يوم الاثنين نعمل بلان عشان جماعة ده كله يفتشون وحكومة يجيبهم في جستيس عشان يكلموا ويقولونا ليه سوى شغل زي ده. الرسم الجدود نخلو هناك ده التاريخ يعني ده حاجة مهم خلو لنا وواجب ده أننا ذاته يعني نتبرو كي نبريزرفي شغل ده عشان يالنا البودي كله شغل ده يوجد لهم ويوريهم كيف جدودنا عاشوا زمان. أرشي بكان رسم اللي بيسموه جرافير ريبستر ده كلاسي في باتريمون على يونسكو سنة الفات واجب ده أي واحد أي تشادي منكم ده يعني يشيل مسؤوليته ويدافع عشان شغل ده يوجد ونتمنى من كل واحد منكم يعني ما يسي حاجات زي دي.